اصلا سبحان الله. تصدق من هنا ممكن شيء ينفك لك باب من هنا انت ما كنت تتوقع انه راح ينفتح. اذكر قصه كنت بقولها للشيخ اليوم. هذه واحده مريضه جت مستشفى يقول مرض مستعصي. يقول قال الدكاتره ترى ايامك معدوده. كل شيء بيد الله سبحانه، بس الدكاتره قالوا ايامك معدوده وتنومت في المستشفى. يقول قسم بالله كل يوم، قصه اللي سمعتها، كل يوم يقول شباك عنده وكذا تطعم عصفور. كل يوم تطعم سبحان الله. شوف الى وين. يقول لك يجي بعدها باسبوع او اسبوع، المهم انه شيء زي كذا، يقول لك يجون الدكاتره ويرجعوا يفحصون من جديد ويحللون من جديد. قال انت ما فيك ولا شيء. لا اله الا الله. كيف ما كيف؟ ما فيك ولا حاجه. استغرب الدكاتره، وش اللي صاير؟ ايش اللي ربي مخبي لك عشان انه يروح منك؟ قسم بالله العظيم، قسم بالله العظيم، قسم بالله العظيم. يقول سبحان الله ما فيها ولا شيء. لا اله الا كل فضل صدقه. لا اله الا الله. عصفور. شوف. لا اله الا الله. طيب. فشوف مقابلها ايتام، عيالنا وبناتنا ما لهم الا الله سبحانه، ثم نحن فتحنا ما وقفنا معهم طالعنا فيهم. من بيطالع فيهم؟ تخيل ابو سعد، تخيل ان في عائله مكونه مثلا من 6 اشخاص 7 اشخاص وعايشين على كفاف. الاب مثلا، لا اقصد مثلا اللي امه متوفيه، ولا الايتام ما يقدر مثلا، ما عنده فسحه، ما عنده ملابس يروح المدرسه، ما عنده، وضع صعب. انت تجي تساهم في الوقف، الجمعيه تروح وتدعم العائله هذه، تعطي الاولاد مثلا فسحه، تعطيهم شنطه، تعطيهم غذاء. الشخص هذا نفسه يروح المدرسه، يتعلم، يكبر، يروح الجامعه، يعني يصير مهندس. حسستهم انه ابوك وامك موجودين. اللهم بس العاطفه اللي راحت. يصير مهندس، هذاك يصير عالم، هذا يصير طيار، هذا يصير دكتور، ينفع الامه. تخيل، تخيل ينفع الناس. وما تصدق سبحان اجرك. اي واجرك انت متعدي. ماشي. انت رميت هذه، شوف زي ما يقولون، خرجت من يدك الى يد من يد الله عز وجل. تمام. اجر ترى اجر ما هو بسهل يا اخي والله. يعني ما ادري من اللي قام من الشاب ذاك اليوم. تخيل انك يوم من الايام تروح مكه، تروح الجديده، وتجي تشوف المبنى الوقف، تقول يا اخي والله انا دفعت في الوقف ذا. شعورك شعور ما هو سهل، عرفت؟ ان شاء الله ان شاء الله. شو كم ساعه تقول؟ ثلث. ان شاء الله انهم قفلوا باذن الله. انا قفلوا ان شاء الله، قفلوا ان شاء الله باذن الله. يا اخي والله جالس اتخيل حالتهم، اتخيل امورهم. لا اله الا الله. يا رب لك الحمد والشكر. اللهم لك الحمد يا رجال. والله والله يا ابو سعد انه في نعمه يا رجال. في ناس والله انهم على البلاطه، والله والله العظيم انهم على البلاطه، قسما بالله. يعني اذكر فترات تعرف بعد العزايم وكذا يقولون لك يلا خذ الصحون الاكل هذه ودها عند ناس محتاجين، ابوك عمانك، وتروح الناس ما كنت تتوقع انهم محتاجين. يا اخي تدخل بيت عائله كامله، عائله كامله وسعد، عائله ايش، عائله كامله على البلاطه، ما عندهم ولا شيء، حريم ام وبناتها مثلا، وين ابوهم متوفي. يا اخي تخيل انك انت أنت الآن بتطلعهم من الحالة هذه، بتفرش بيتهم، تأكلهم، تشربهم، تدرس عيالهم، وأنت ما أنت بدافع إلا 300 ريال سهم، ولا 900 ولا 600 ولا أي شيء. أنا 300 وأنت 300 وفلان 300، شوف إيش سوت. يا أخي أنت تتخيل إنك تغير حياة شخص. يا أخي أنا أقول اللي 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 بيتبرع لازم يكون عنده بعد نظر، لازم يكون عنده. شوف. لازم لازم لازم. هذا هو. شوف 300 ريال وقف اليتيم. لا اله الا الله. انا اقول انا اقول انا اقول اللي بيتبرع الان بيكون عنده بعد نظر، لازم يكون عنده بعد نظر ويعرف ان النفع متعدي. الارض قدامك والبنيان بيكون قدامك والامور كلها قدامك، كل شيء، شيء نظامي ورسمي، كل شيء موثوق، كل شيء موثوق. شوف لا اله الا الله، كل شيء موثوق. لا اله الا الله يا اخي. اجر اجر عظيم، اجر عظيم. انا اقول انا اقول انا اقول في 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 في, في الثلث الايام الاخير، ورب ينزل السماء الدنيا ويقول هل من داعي فاستجب له. اقول اسال الله العلي العظيم في هذه الساعه المباركه ان كل من انفق، كل من انفق لوجه الله عز وجل، ان الله يبارك له وان يعوضه خير يا رب. واي شيء يطلع الله عز وجل، والله تاكد تاكد، ولازم يكون عندك يقين. وكما جاء في الحديث ايش، لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تروح بطانة وتعود خماصة. فتوكل الله عز وجل، توكل على الله عز وجل، وتأكد أن الله سيخلفك خير.
في نفسك، في عيالك، في مالك، في مستقبلك، في صحتك. أنت ما تدري، يمكن الآن أنت في أمس الحاجة أنك تدفع 300 ريال هذه، يمكن الله كاتب لك أمر يمكن يصرف عنك. وصنائع المعروف شو تسوي يا أبو سعد؟ أنا أقول تقي مصارع السوء. أنا أقول يعني أنت تخيل بس، تخيل تخيل يا أبو سعد، تخيل يا أبو سعد أنك أنفقت ولا دليت على الخير، تمام؟ أنت بكل بساطة بكل صفانية دفعت هذا الشيء لله عز وجل. أنت جيت يوم القيامة وتجي تطالع جبال جبال من الحسنات قدامك، ما تقول هذه وش أثر صدقتك وعملك الصالح اللي سويته، اللي تعتقد أنت أنه شيء ما يذكر، فما بالك أنه من طرف فلوسك هذا الشيء الزائد، فما بالك في المبنى اللي تبنيه للأيتام المساكين اللي في حاجة. يا الله، تكسوهم كسوة الشتاء، الله أكبر، تأكلهم، درسهم، تطالع فيهم نفع، يعني حسستهم بالحنان والأبوة والأخوة، وحسستهم أنه باقي الدنيا فيها خير، ودخلت السرور. يعني تخيل هذا كله سبحان الله، بكرة يطلع لك مسؤول على قولتهم في البلد، يعني يا دكتور يا ضابط يا مهندس، يعني فكيت عليه أمور كثيرة. يا شعور لا إله إلا الله. لو نتكلم إحنا قبل 15 سنة أو قبل، كانت الوضع مجهول أنك تدفع في مكان أنت ما تدري وين الأرض، وين الأرض، إيش الجمعية، إيش سووا، إيش ما سووا. بس الحين حوكمة موثقة، موجود كل التصاريح وكل الأشياء الرسمية، فأنت ترتاح، ما يطلع ريال إلا عارف وين بيكون. صح. الأرض تشوفها قدامك، لما يشترون الأرض، لما يبنونها، لما يحطون القواعد، لما يأجرون، لما جميع التفاصيل، تقدر أنت تروح بنفسك وانت رايح تاخذ عمره تشوف، تقول الله هذا الوقف اللي انا شاركت فيه، اللي تبرعت فيه. شعور عظيم، اكيد شعور عظيم. لأن هذا مثل العداد، قاعد يمشي العداد وانت تجي يوم القيامه تلقى جبال ما لها حد ولا لها نظر. والمشكله 300 ريال تتوقع يا اخي، وفي ناس يدخلون متاجر الكترونيه يشتري ملابس ب 700 ب 800 الى اخره، والله انها عنده باقي على قولتهم بالكيزه حقتها، ما لبس ولا سوى اي شيء، وطالع في النهايه ماشي، والواحد يدفع 300، الواحد يدفع ترى وينسى، يدفع وينسى، ما يدري إلا في يوم القيامة. صح. لما كل واحد يجي تحت ظل صدقة يعرف وقتها ويحس بقيمتها. فالواحد إذا ما اشتغل آخرته، لأن الواحد يشتغل الحين عشان هذه فرصة راتبه آخر الشهر. صح. صح. بس لما يشتغل عشان آخرته. صح. كيف يبغى رزق له، يبغى صلاح في عياله، يبغى رب يرزقه بتوفيق تيسير الأمور العيال، في كل شيء. هي الصدقة يعني إحنا ما بنقول تجاربنا مع الصدقة عشان نحث الناس، لكن في الأصل هي مذكورة في القرآن وفي الأحاديث، فما في كلام يزود عن كلام الله. نعم. يا أخي تخيل يا أبو، تخيل أحمد يا أبو السلطان ولا أبو رقعان، تخيل أعظم الناس على وجه الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الصحابة كيد. وأعظم يعني أعظم الصحابة فضل من أبو بكر وعمر. يعني يوم جاء وقت الوقفة، وقت الصدقة، جاء من أبو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم، عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال هذا نصف مالي، قال ماذا أبقيت لهم؟ قال أبقيت لهم نصف مالي الآخر، تمام. جاء أبو بكر بماله كله، هل أبو بكر بحاجة أن ماذا أبقيت لهم؟ قال ما أبقيت لهم، قال أبقيت لهم الله ورسوله. هذا أبو بكر، يعني أعظم البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماله كله، وماله كامل، لا إله إلا ماله كامل، فما بالك اللي عنده رصيد في البنك وما هو قادر حتى يدفع له 300 ريال، والمال ما الله عز وجل، لا إله إلا أنت، ترى تنفق من جيبك اللي فوق، ترى تحطها تحت ربي اللي ما ما, ما 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 بتطلع شيء بيروح هباء منثورا، أنت بتحطه في المكان المناسب. استثمارك هذا استثمار عظيم مع رب والله العظيم ما ينساك، الشيء هذا اللي طلعته ترى بيكون لك في الدنيا ولا في الآخر. والمشكلة شوف أرقام حسابات واضحة قدامهم، والباركود واضح قدامهم، الأمور كلها متيسرة، كلها ضغطة زر انتهى الموضوع خلاص. أنا أقول الحين اللي يشوفنا ما تقدر تدفع، صور الشاشة الحين، صور فيديو وذكر انشر، لو ما عندك إلا 5 أشخاص. نعم. لو التغريدة موجودة في حساب القناة في تويتر، التغريدة موجودة في حساب القناة. تفضل أقنعكم بحاجة، سم أقل أن الوقف يتيم، ومحاكيكم يتيم، يعني حسيت بالشعور هذا، وبتكلم عن لسان كل يتيم، فأقسم بمن أحل القسم أنه شعور ما ينوصف. والوقف هذا في مكة، وأنا الشعور اللي يبغى يجرب الصدق، الله يجعلنا وياكم من هالخير، بكرة إذا رحت مكة وأنا وقفت الوقف هذا أقول يا ربي متعب شارك الوقف هذا، أقسم بالله أنه أجمل شعور ممكن تشوف.
فأبنصحهم صدق وبعيد كلامي هذا بكرره، اللي بيدعمنا يدعم الوقف هذا. فأسأل الله لنا ولكم التوفيق رب العالمين. أنا أقول حتى دائما أعيد وأكرر، والله الوفاء الحقيقي لأي شخص تحبه أنك تعمل خير باسمه ويبقى له إلى يوم القيامة. الحين تخيل أنك تهدي هدية لوالدك ولا والدك اللي تحبها وتموت فيها، وكل يوم يا أمي يا حبيبتي، تخيل أنك تهدي لها هدية، وش الهدية هذه؟ حسنات، حسنات تمشي لها وأنت تمشي لها وهي تأكل وتشرب وتنام وهي ما تدري، وأنت ما تدري، والحسنات شغالة تضاعف. والشيء الثاني يا أبو هتان أنك لما تتبرع للشخص المتوفي ترى يدري أن أبو هتان أن متعب أبو سعد أهداني أو تبرع عني أو سوى لي وقف أو دعا لي أو سوى أي شيء يخصني، ترى توصله ويعرف من هو. فدع يعني غير الصدقة، يعني في شيء حلو بعد في الجمعية، أنه مو ملزوم بسهم 300 ريال. أي مبلغ أنت استطاعتك، تبغى بريال، تبغى 50 ريال، تبغى 300، لكن إذا أنت تبغى سهم 300، تبغى سهم الوالدين 600، تبغى الأسرة 900، وأنت وقدرتك المالية. وإن ما قدرت ذكر ذكر، والخمسين مجبور أنك تدفع، ذكر الخمسين هذه أنت ما تدري يوم القيامة وش بتنفعك فيه. ما ممكن في الدنيا تنفعك، مو شرط إنه يوم القيامة كل شيء. لا بس إحنا قاعدين نشتغل على صادق على الآخر هذا إن شاء الله، إن بإذن الله إن مؤجرين عليها، يعني إن شاء الله إن الله يواجهنا عليها. لكن تخيل في الدنيا اللي يبي يتوظف، اللي يبي عندك احد مريض لا سمح الله، او انت مريض، اللي ربي ينجيك من لا سمح الله مصيبه ولا حادث ولا مشكله ولا مرض واو الى اخر. فتخيل الى وين وصلت، يعني سبحان الله. شوف هذه الصدقه 300 ولا 50 ولا اللي انت تقدر عليه، شوف ايش جالسه تسوي معك. والله انا بالنسبه لي انا اقول لو ما اطلع من البرنامج الا ان الوقف اكتمل، انا بالنسبه لي كاني ربحت 300 او المبلغ حق زيد رصيدك الفارس الاول. لو طلعت من البرنامج بس بالوقف انا اعتبرنا انجاز، كسبان والله كسبان. وين هذه الاجور اللي تبقى يا اخي؟ هذا الشيء اللي يبقى، بتفوز بالجائزه، كلنا بنفوز بالجائزه صح. بس بتروح الجائزه، ترى هذا الشيء اللي يبقى لك، ترى الفايز اللي هو بيبادر. نعم. يعني انت متخيل ان سكان العالم 8 مليار ولا كم؟ نعم. ربي اختارك من بينهم، انت انك تشوف الفيديو، انك تشوف الفيديو هذا. نعم. وانك تتبرع، ترى هذا انت الفايز. نعم. يعني ما راحت لاحد غيرك، ما شافها والله واحد في مدري وين، خلى ربي يبغاك انت، يبغى لك الخير انت عشان تتصدق، عشان ربي يبارك في حلالك، في رزقك، في عيالك. هو ربي جاب عشان يسمع كلامك يا احمد، ربي حطه قدام شاشه عشان يسمع كلامك انت ويتبرع. غيرك ما يعني ما توفرت لهذه هذا الاصطفاء او هذا 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 الوقت اللي يتفرج فيه ولا يتبرع. فانا اقول والله 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 انها فرصه عظيمه جدا، واللي يفرط فيها الان يشوف انه يفرط فيها، ترى ما تدري يمكن فرصه تجيك بكره ولا ما تجيك، يمكن تنسى، يمكن كذا، يمكن ما يكون عندك فلوس، يمكن اي ظرف في الدنيا. انا اقول استغلها يا اخي، استغلها. ما انت بخسر، انت الان ما يعني الشيء اللي بتدفع ترى ما راح، انت ممكن تدفع في اي مكان وخلاص فلوس هذه تروح وانتهينا، لكن انت تدفع شيء يبقى لك، شيء ما يروح، شيء باقي لك في حياتك بعد مماتك. ادفع، تصدق، انفق لوجه الله. الله يجزاكم خير. امين امين. ويجزى المسلمين جميعا، والناس فيهم خير بس يحتاجون تذكير. امين. ويجزى القناه، والله القناه اللي هي اللي جابتنا في هذا المكان وخلتنا نكون مساهمين حتى لو بكلمه في اكتمال مثل الاوقاف هذه. لا اله الا الله، حق الرجل لا اله الا الله. يا اخي شعور البينين هذا صعب صعب، ما احبه انا. ترموني في الشتاء، شعور البينين.